مرحبا بكم أصدقائي الكرام في هذا الفيديو. سنحاول أن نشرح لكم هذه الاستراتيجية عبر هذا التطبيق اسمه بيت أناليز، لكن هو الاسم تاعه بيت أناليز، لكن اسم الحقيقي لما تدخل التطبيق هو شيء آخر. لما تروح تحمله من بلاي ستور شيء آخر، ستلاحظون ذلك في بلاي ستور. ربما لدي صورة، لا بأس ستلاحظونها. هو الاسم تاعو بات اناليز، لكن لما تبحث عنها على بلاي ستور ستجد ان اسمه اعتقد بات اناليزيس. لا بأس اصدقائي، سنشرح لكم هذه الاستراتيجية ونلعب بها امامكم. هنا يعطي لك ادق الاحصائيات والتفاصيل للمباريات. هنا راه يعطي لك هذه المباريات الجارية حاليا. احنا ما خصناش المباريات الجارية حاليا، خاصة المباريات التي لم تبدأ بعد. هذه جابان يونايتد ستيتس بدأت، أنا لا أثق بمباريات اللي تكون ريجيون على دوري الدرجة الثالثة، دوري الدرجة الثانية، تحسها مباريات ليست جدية. لما طلعت هنا 1.5، نبحث عن شيء آخر، مباراة أخرى. كندا، هنا ماتش فنلندا، تشيلي. هذه المباراة أيضا قد تكون مثيرة للاهتمام. هنا أيضا يعطيك important notes، يقول لك when playing at home Magellans have not lost to Cobirol Calama in their last 4 encounters. قال لك عندما يلعب فريق هذا Magellans على أرضه فهو لا يخسر، لم يخسر خلال الأربع مواجهات السابقة. قال لك Cobirol Calama haven't lost in their last 10 games، لكن الفريق الخصم هذه المرة قال لك لم يخسر في 10 لقاءات الماضية. كاربوس كلامس هاف لوست نون اوف ذا لاست 5 اواي ماتشز، معناتها سيكون حرب هذه. قال لك هذا الفريق اللي دائما كان يخسر مع ماجالانس قال لك لم يخسر خلال 5 خارجاته اخر 5 مرات. ديستنس بتوين تيم ستاديوم از 1253 كيلومتر. هنا يعطيك حتى المسافة بين الملعبين، معناتها التنقل تاع الحافلة والتعب والإرهاق تاع هذاك الفريق هو 1253، معناتها هذا الفريق راح مشى بعيد جدا. كي مشى بعيد جدا ما راحش بيخسر أصدقائي. كان شوف الإحصائيات شراي تقول. هنا يقول لك أقل من 2.5 بنسبة 60%، 60% أنا لا تريحوني، يكون صريح معكم. 60 هنا 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 يقول لك first half info، first half info راه يقول باللي أقل من 1.5. هنا لما تلاحظ first half info راه يقول لك راح يكون العدد الأهداف هو أقل من 1.5. نروح نشوف هذا الماتش. هنا كأس تشيلي، كأس هذا هو فريق ماجلاناس ماكورو. قلنا الشوط الأول راح يكون عدد الأهداف أقل من 1.5. قليلة الأود هنا، صغير جدا. لا أنا ما نلعبش الأود لما يكون صغير أصدقائي الكرام. نبحث عن مباراة أخرى وأود آخر. جورجيا ضد مقدونيا، إستونيا مالطا. أيضا نرى الإحصائيات أوفر 2.5 بين إستونيا ومالطا. أيضا أنا أيضا أحتاج، لأن إستونيا يلعبوا لعب مفتوح توب فاينل. لا هناك تشوف فارها الآن فما عندهمش معلومات. المباراة هذه لما تكون من ما أهرب يا صديقي أهرب. إيران أوروغواي هذا أيضا ماتش لا بأس به. هنا عندنا معلومات، عندنا إحصائيات. لور تيم تو سكور يقول لك بنسبة 57%، وتيمتو سكورنيو راه يقول لك 42%. انا ايضا اعتقد بالنهايه في هذه المباراه الاثنين راح يسجلوا، وهي مباراه وديه. نشوفوا كاش اوت جيد. فيرست هالف انفو يقول لك الشوط الاول راح يكون في اكثر من هدف. انا ايضا اعتقد يمكن تتحكم
suggested by odds, superiors odds مثلا هنا superiors odds. بعد طول انتظار أنهت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية جدلا حساسا وطويلا لدى الشعب عن الإعلان هذا only matches with have odds نجمو فنديرو هذه suggested by odds only live prediction لا جيد ممتاز نعاود نخبوها هنا قال لك مير اود مثلا هذه مباراة تاع هنا الاود يكون مرتفع مرات ثلاث مباريات تجمع كاع الاود تاع الربح التعادل الاحصائيات اللي عطاوها لك الاود اللي عطاوها لك تلقاها قليل هنا قال لك في هذه المباراة فيها فرص ممتازة شو عطانا في امبورتانت نوت قال لك كوتاكوس هاو ملي كارد دي سيزون 10-2-0 قال لك كوكاروس اواي ريكورد سيزون 3-5-4 انا اعتقد مرات الفوز والخساره نيروجين نيكو مارتينيز نيكوتا توب سكور ويذ نو وورد شانس سكور تايم هذه الاحصائيات قال لك هذا اللاعب سجل 11 هدف ليست بين ستاديوم هي قليله فوبرز مور ذان كان ثري جيمز خلاص مو اندت هنا الكثير من الاحصائيات اللذيذه First half راح يكون في الكثير من الأهداف حسب ما يقولون هنا both teams score 50% both teams score now هنا راح يقول لك 100% عدد الأهداف راح يتجاوز 2.5 100% قال لك عدد الأهداف سيتجاوز 2.5 نزيد ونقرأ بعض الإحصائيات كوكولان هذا كوكولان هو الفريق الزائر كوكولا لوس 11 ماتش اندت ان 3-2 غافانر لوس 3 ماتش اندت ان 3-2 قال لك هذا كي يخسر يكون سجل هذا الفريق مسجل كي يخسر قال لك عندهم هذا اللاعب ممتاز وراح يشارك هنا اعتقد عدد الاهداف ليس عدد مرات الخساره نبحث على هذه المباراة في الدوري الفنلندي KTP ضد كوكولان نبحث عنها قلنا فنلندا فنلندا أين أنت يا فنلندا فنلندا أين أنت يا فنلندا KTP أين أنت يا KTP KTP أين أنت يا KTP KTP هنا أنت يا KTP هلا لو غيرك توكا KTP كوكولان لا ليش هذا كابيبي فريق زرق اسمه KTP تبقى كابيبي هنا لأن الأسماء مرات يبدلوها كم دوري هنا كم من دوري هنا مش واضحين هنا شغل الدوري سنجدك يا حبيبي هنا هذا هو فقط هناك التسميات مختلفة كنت فقدتها عبر جوجل هذا هو كاي تي بي كوتاكا وهنا كاي بي في هذه مباراتنا الواعدة قال لك عدد الأهداف سيكون أكثر من 2.5 هنا نشوف وش عطاونا الأود ممتاز أكثر من 2.5 هذه نعتمد عليها ندخل هنا ايضا اليابان متقدمة الولايات المتحدة لكن اعلم ان الولايات المتحدة ستصفعه في الشوط الثاني عندهم قوة كبيرة اللي ماشي فيها اوتس زيرو
مقدونيا هذا الماتش لعبناه. عندك جورجيا مقدونيا، احنا قلنا مباراة with high odds superior odds. اعلان جديد ديروكليوزي، هذه نحوها كاتي بيكورلان. هنا رول هذا الماتش تحت الدنمارك دوري درجة ثانية. شيء الإحصائيات اللي رايد تقول كلك روسكيل ضد اش اي كي هل يرب هاف لاست ماتش ان رول. قال لك هذا الفريق الزائر خسر 5 مباريات على التوالي، قال لك خسر 5 مباريات في الدوري درجة الثانية. قال لك خلال جميع 5 مباريات التي التقوا فيها كانت خسروها جميعا وفاز بهدف واحد فقط هذا الفريق الزائر. هذا يعطره هيليريك ديستانس بين الملعبين متقاربا جدا 29 كيلومتر فقط. جيران مور ذان 2 جولز ان لاست فريم يسجل كثيرا، قال الفريق الزائر هذا يسجل كثيرا. احنا نروح نشوفوا احصائيات جيده لنا. هنا شوف قال لك 85% مش راح نسجلوا 2.5 بوث تيم تو سكور 171 مش راح نسجلوا كلاهما. هاو مين 85% الفريق هذا المستقبل سيفوز. لكن الفيرست هالف راح يكون اقل من 1.5 بنسبه كبيره. نذهب الى هذه المباراه ونتفقدها بانفسنا. قلنا دوري الدنمارك درجه ثانيه، دنمارك دوري درجه ثانيه. انا نقول لك شوفوا ما نقول هما بيقولوا بلي فريق المستقبل سيفوز. يس بوث تيم تو سكور قام يقولوا يس. التوتال قام يقولوا بلي اقل من 2.5. هنا نعاود نشوف الاحصائيات تاعنا. نسترجع احصائياتنا. هاو مين راه يقولك 85% وراه يقول بلي اندر 6.5. فيرست هالف انفو، فيرست هالف انفو راه يقولك بلي اكثر من 6.5. نروح للمباراة تاعنا. المباراة تاعنا الشوط الأول الأودس ماذا يقول هنا؟ سيكون أكثر من 0.5. أقل من 2.5. هو أقل من 4 لعبة جيدة. ناس تينس كان أوستابينكو استلعب مع راديكانو. عندي بعض المعلومات على هذا الماتش. أوستابينكو أعتقد أنها ستسحق منافستها. لا لا هنا ذا الزوجي في سيول آسيا محمد. هذا ماتش صعب. بوندا مازيان هذا أيضا ماتش جميل. أعتقد بوندا ستفوز. هذه اللعبة فرنسية ممتازة. صح نطول المدة الزمنية لرمات كاترا لأنهم التخصية لمفجرا. أوستابينكو مع راديكانو، أنا أثق في أوستابينكو أكثر من راديكانو. راديكانو ربحت أمريكا المفتوحة الجراند سلام لكنها خرجت من الدور الأول بعدها. هنا ألكسندر ومع تجانا، تجانا أيضا لعبة أحيانا تفاجأنا. هما الاثنين يلعبوا بقوة وعنف، ما نريسكوش على هذا الماتش. هنا زانك زانك ايضا احيانا تفعل مفاجآت خطيرة مش منطقة اننا نلعبه. نبحث عن ماتش اخر. هكذا هكذا يا اصدقائي. عندك شيء
في بطولة فرنسا. ما هي بتخليص البطولة هذه؟ ماشي، أنا لا أحب الدوري الفرنسي، هذا الدوري الوطني تاعهم. important news قالك افانشانس هافنت لاست ان ذير فور جيمز. هذا الفريق الزائر قالك ما خسرش في اربع مباريات الماضيه. فيري ار ذا اونلي وان اوف ذا تيم ان لاست فور جيمز. قالك هذا الفريق يلعب هذا اللعب فريق واحد فقط سيسجل. ستارتينغ اون ثني ذير ار ماتش توتال ريتس اوت ذا اسفل. هنا أعطيك إحصائية تاع 95 مباراة متقاربة، قالك العدد الأهداف راح يكون أقل من 2.5. هذه أنا نشاطرهم فيها. هنا الدوري الفرنسي ما يسجلوش كثير من الأهداف، خاصة هذا الدوري تاعهم الوطني. وين أوفر 0.5 أندر. نبحث على هذه المباراة. فرنسا فخنسا فخنسا فخنسا، أين أنت يا فرنسا؟ هنا دوري وطني وليس دوري النساء. كنا باريس أفيرناش، شوفوا ماذا عطاونا. هو يقول لك الدور البريمي هالف ماوش راح يكون أكثر من 1.5. احنا نشوفوا الأود اللي يساعدنا، احنا نشوف الأود اللي يساعده هو. لا 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 لا، احنا ما تعونش قدش